ورجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين. الفرق ما بين المرونة والضعف زي السماء والأرض كده. الكلام ده كله جميل. أنا يا ماما صاحبي قال لي أنت رفيع قوي. ممكن تجيبي حاجة وسط زي كده؟ وأنت اللي بتدفعي الثمن، لأن البروستاتا دي موجودة عند الستات والرجالة. الإنسانة الكويسة هي المفروض اللي تحافظ على حياتها. إزاي تصدق نفسك وتوصل؟ فأول ما تروح لها البيت تتهمها عشان بس مخدة الأنتري متحركة شوية. أخيراً انتهت قصة كريستيانو رونالدو للانضمام لنادي النصر السعودي. دي حاجات حرام يا دكتور، وهيطلع السماعة من ورا ظهره. ناس كتير بتشتكي من ألام في ظهرها، ألام في فقراتها. بنقدم نماذج حية من بيوتنا وأصحابنا وأهلنا، بنجدد الأمل مع كل شروق لشمس يوم جديد. الأدوية دي ما بتتكسرش فبتفضل في الجسم. الميك اب بتاعك اللي انكسر بتعملي بيه ايه؟ بتتجه للعمل الاجتماعي، نفسها قصير قوي. قلة الذوق كان مثلا متفق ان هو هيجيب بيبليوكات. في قيادة اسلوب معين في الحياة، وقد يكون هو اهم سر للنجاح. هي بتلحقني لوحدها. واصبحت جمعيات الرجال دلوقتي اكتر من جروبات السيدات. اتفرجوا على كل حاجة ممكن تعمل في الاثنين الصيف وتتبسطي معايا قوي. حاسة انه ابتدى ينور شوية. كنت بتفكري في نفسك ولا في ولادك؟ ودوت بيسبب له تشتت في الانتباه. مش هبيعك. وقتها بيحس قد ايه الصحه مهمه. ففكري بقى في تنسيقات متعدده، تجاهل ثم التجاهل ثم التجاهل. ما دايما براءه الماضي والتطور الحاضر. يلا يا كوتا، يلا يا ماما الساعه بقت 8:30. النهارده تغطيه خاصه جدا لبازار اميرالد بلازا. ما ننكرش ان السوشيال ميديا والتكنولوجيا ليها فوائد، والتحضيرات الجامده دي كم مفصل في جسم الانسان. النهارده العمده اخذنا في حاجات كتيره جدا خاصه بمجلس العمد والمشايخ، بس لسه تقيل ده جاي.